أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في هذه التغطية. عودة رجال المرور ورجال الشرطة إلى شوارع مدينة طرابلس تعتبر من مبشرات للمواطن الليبي في هذه المدينة. أسباب عودة رجل المرور هذا أو هذا العنصر الأمني إلى شوارع مدينة طرابلس، لدينا استطلاع قمنا به في بعض شوارع مدينة طرابلس، نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود لمناقشة هذا الموضوع أعزائي المشاهدين. أول ما نبدأ به بالنسبة عندنا الزحام بالفترة، هي بداية فترة عيد الأضحى المبارك، هذا علينا وعلى المسلمين بخير والخير والبركة، اللي هو ما عندناش محطات وقوف اللي هي بركات جوات باللغة العربية، باهي تلقى الزحام بتكاتف في مدينة طرابلس بدالة هني ميدان الشهداء، وبدات الفترة هي المصارف حتى هي تشتغل كلها والتركيز كله على المصارف هني، والزحام داخل بدات مدينة طرابلس المدرسة المركزية. وبالنسبه للتدريس كله تشوفوا فيه قدامكم يمين ويسار على الرصيف وعلى الماده، وطبعا على الرصيف ممنوع التدريس اللي هو يسبب في عرقلة السير عمدا. واي مواطن محترم يجي يتكلم تقول له لو سمحت يا محترم حول السياره، يقول لك اني الصراحه ما عنديش وين ادرس سيارتي، دول لي بركاج ولا محطه وقوف سيارات ندرس فيها سيارتي وتدلل. وفي اللي ياخذها بروح رياضيه ويحترمنا ويحول سيارته يقول بارك الله فيكم ويكون محترم. بعد ثاني ننصح جميع قديم مركبات الليليه استعمال هاتف محمول تنقي هذا. في اللي يتكلم عن الهاتف المحمول هو سبب عرقلة السير ويسبب الحوادث ويسبب كل شيء، ويخلي قائد السياره يخليه مرات لاهي، مرات يسبب في عرقلة السير، ومرات يسبب حتى في حادث. مرات تكلم يرد عليك رد كويس، نحن النقال يكون محترم نحن النقال، ومرات اياه والله ما تدوا حتى دوا سكر المرش عليك ولا ما يعدل عليك، النقال هيك ويتكلم وما يعدلش عليك بك. الحمد لله في تحسن واضح الحق في الموضوع، هو صح تعبنا الفترة اللي فاتت هلبة بس هو قاعد افضل الحق. تمام، مشكلة الوقود هل في طريقة للحل ام لا؟ هم كانوا بخط متوازي مع بعضهم، يعني انضرب الموضوع نزل الحضيض يعني مع بعضها، وتو بادي تحسن واضح انه يرقى بشوي شوي. اجواء العيد في طرابلس، هل طرابلس دخلت في اجواء العيد اليومين هذه؟ والله من ناحية الزحمة باين بس فرحة الناس مازال شوية، ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. من اي منطقة؟ تجورة. تمام. لا تمام 100% الحمد لله. الله يسلمك حبيبي. لازم انفتحت شوي شوي عرفت، لكن ازمه الكهرباء هذه بدينا رفاقه عمر احنا وياهم. تمام. أيوه. مشكله البنزينه في طرابلس باهي تو باهي زعمتك انحلت شويه، لكن قبل تمام اجواء العيد في طرابلس، هل طرابلس دخلت في اجواء العيد اليومين هذا ملاحظتوا؟ باهي في 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 شويه فرحه هيك شويه، ان شاء الله ربي يهنينا يهني العباد والبلاد ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. والله يا كهرباء تحسن نوعا ما هيك الحمد لله احسن من قبل. والله البنزين قصدي في طريقه للانفراج ان شاء الله، هي بعون الله قصدي تحسنت احسن من الايامات اللي فاتت قصدي بشكل كبير. والله اليومين هذه حركه كبيره هيك في اكثر مرات طرابلس هيك وماشي امورها الحمد لله. أنا من فشلوم 100% فشلوم 100% ما شاء الله يسلمك. هسه بعض باهي لا الحمد لله بدا معناه الضي موجود والحمد لله خير من الايامات الاولى. ايوه باهي باهي تحسها يعني خير من قبل كويسه تو، لا الحمد لله ان شاء الله البلاد الى الامام يا رب. رايك هل طرابلس حاليا دخلت في اجواء العيد يعني؟ هل لاحظت؟ باهي لا لاحظنا الحمد لله الناس تشري معناه في العيد والاوضاع كويسه وهدوء الحمد لله. وانت بخير ان شاء الله. السلام عليكم. سنة طيب.
كل عام انت بخير ان شاء الله. الكهرباء اليومين هذا في طرابلس ان شاء الله 100 100 اخوي، مره يهرب شويه لكن باذن الله الامور صايبه في تحسن ان شاء الله. هي ازمه الوقود في طرابلس، ان انطباعك عليها ولا لا؟ وكيف عبينا فل قاعد ولا ما قعدنا 10 دقائق؟ الله اكبر. رايك في اجواء العيد؟ هل طرابلس دخلت في اجواء العيد اليومين هذا؟ ولا لا باهي الاجواء 100 100 وزحمه وتشبح فيها والامور متحركه ان شاء الله. أنا ولا أنا من شارع عم مختار هنا إن شاء الله. لا أنا 100 100 إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين شاهدنا هذا الاستطلاع، يعني كما رأيتم الحركة داخل مدينة طرابلس وتوفر الوقود، وتحدثوا على الإنارة وكيف عادت الكهرباء إلى معظم أحياء مدينة طرابلس. يعني طرح الحمال لم يكن سيد طه يعني كما كان في الفترة السابقة. ايضا الوقود يعني الشباب مبتهجين جدا يعني يتحدث وكانه يعني فقد شيء مهم، يقول له ان السياره قاعده فل والمكيف شغال، يعني اطمئنان، درجه اطمئنان كبيره جدا. يعني الان العيد على الابواب، يعني الحمد لله. يعني تو هذه رساله بالله نبعتوها الى جميع وسائل الاعلام الليبيه خاصه. نعم. رجاء رجاء انظروا الى فرحه الناس وابتعدوا عن أهواءكم الشخصية او اهواء مدراءكم او رؤسائكم. نعم. او من يريد ان يقول لكم اغفلوا الحقيقة. نطلب من جميع المحطات الفضائية الليبية التي لا تصدق شيء أو على تعمل لديها أجندة خاصة، تعالوا وصوروا وانقلوا الحقيقة فقط. سألتكم بالله، واتقوا الله، اتقوا الله. الناس للناس عايشة الآن في راحة وفي سعادة وفي طمأنينة. الكهرباء موجودة، البنزين موجود، الغاز الطهي، وما أدراك ما غاز الطهي اللي كانت تنباع بسبعين دينار في خلال الاستوانة. شهر 8 الاستوانة معبية. نعم. معبية باش تبدلها، انت عندك واحدة فاضية تعبيها. قيمة الغاز 70 دينار، قيمة الغاز 70 دينار. نعم. الآن بثلاثة دينار وخمسة دينار، أغلى واحدة بخمسة دينار. نعم. كنت مستعجل بالله عليكم، أليس هذا إرهاب؟ نعم. هذا إرهاب. نعم. من 70 تولي لخمسة جنيه يا أخوانا. طيب والله سيد الحمد لله. طيب سيد طه، يعني الآن تكررت كلمة يعني على صفحات الفيسبوك يا محترم، يعني تقال لشرط المرور وشرط المرور. نعم. الآن شرط المرور الذي يتحدث يقول، نقول المواطن يا محترم، يقول ليس لدي أين أضع سيارتي. يعني الآن شرط المرور يوجه نداء إلى الدولة، نبوا بركات جوات، نبوا مساحات يوقفوا فيها هؤلاء الناس حتى تختفي ظاهرة الاكتظاظ وإقفال الشوارع. يعني كيف تقيم هذا الخطاب المروري؟ احنا من ضمن استفاداتنا سيد مفتاح، الشيء اللي استفدناه من الأزمة أننا إدارة أزمة مجلس طرابلس قامت بعمل لم يسبق له، غير مسبوق يعني في خلال في الثورة 17، أن أنشأنا مواصلات عامة. اضطرينا بحكم عندما نقصت البنزينة اضطرينا إلى جلب مشكورين من شركة النقل السريع، أعطتنا 20 شاحنة مكيفة مريحة جدا، وبدأنا نشتغل فيها على مسارات من أطراف المدينة إلى أطرافها. يقل مجانا حتى استهلاك الوقود، يعني لو كانت هناك وسائل مواصلات عامة. نعم نعم. بالتأكيد أن 4 مليون ولا 4.5 مليون لتر اللي يستهلكها المواطن يوميا تقل بشكل كبير جدا، وهذه فيها حتى فائدة للدولة الليبية. طبعا نحن نطالب الآن حقيقة، طبعا لإدارتنا أن تطاع سلما يستطاع حقيقة. نعم. نحن نطالب قدر الإمكان إلى الجهات المختصة أو إلى الحكومة، حكومة الإنقاذ الوطني، أن تسير على الأقل حفلات في الطرق الواضحة السريعة. نعم. لا نريد داخل المدينة. الخطوط الرئيسية التي تربط أطراف المدينة من أولها إلى آخرها. يعني هذا نداء نداء إلى الحكومة الإنقاذ الوطني، إلى وزير المواصلات، وزير المواصلات أو وزير الحكم المحلي. نعم. أو من له الرأي في هذا الموضوع والتنفيذ. نعم. اللي هو بالتعاون مع شركة النقل السريع. نعم. باستعمال نقل حافلات مكيفة من أطراف المدينة، مثلا نقوله من أطراف المدينة إلى مثلا من تجورة إلى. نعم. نهاية السريع، أو من السريع إلى السريع، أو من شمال إلى جنوب حيث قصر بن غشير. نعم. أو من أول طريق المطار إلى نهاية طريق المطار. الطرق الرئيسية هي فقط، ونقوله نحدده أن هذه المواصلات تبدأ من الساعة 7 صباحا إلى حديث الساعة 7 مساء. يمكن حل هذه المشاكل بالمترو يعني؟ هننقصه على أنا أقول حاجة، طبعا المترو هذا مشروع كبير، لكن نحكي هذه. نعم. مواصلات هذه جربناها إحنا مدينة طرابلس. حلول سريعة يعني؟ سريعة جدا وأتت أكلها. يعني أقول لك حاجة، سقطت الحجة عن عديد من الأشخاص الذين يريدون أن يستعملوا، تعرف أن بعض الناس، العديد من الناس، أو نقول بعض الناس. نعم. لا يريد أن يستعمل سيارته الخاصة. نعم. يريد أن يذهب إلى مكان معين، ينزل المدينة ويركب يمشي.
طبعا موجود الايفيك وموجود التاكسيات الان الحمد لله واحسن من قبل يعني حقيقه، لكن نقل العام يريحك هلبة من هلبة اشياء. طيب سيد طه، يعني رساله الى من يتحدث يقول ان طرابلس الان مدينه يحكمها يعني خارج سيطره الدوله الليبيه، خارج سيطره الدوله الليبيه، من يحكم طرابلس ويضع طرابلس خارج سيطره الدوله الليبيه، هل ينشر شرطه مرور الان شرطه مرور متواجده؟ هذا دليل على الامن، الامن متوفر على الارض للشرطه، والا لما كانوا وجدوا في هذه الشوارع. طبعا انا نسال سؤال، اذا هل رايتم مظاهره خرجت ضد فجر ليبيا؟ هل هناك من خرج وقال ان في طرابلس او كتب في ان فجر ليبيا منظمه ارهابيه داخل مدينه طرابلس حقيقه، وياتي بالاسباب وياتي بالمظاهر؟ مجلس النواب هو من قال؟ مجلس النواب لنا بعيد يعني حقيقه. نعم. ما لحقش العنقود قلقارس يعني بصراحه، لنا لا يستطيع ان ياتي يعني. نعم. فجر ليبيا ليست متكونه من مدينه معينه. نعم. بل هي حقيقه رايناها على الارض تتكون من اغلب المناطق ليبيا حقيقه. نعم. يعني واعتقد ان اقرب دليل حكومه الانقاذ الوطني فيها من جميع العديد دول المدن. نعم. الليبيه. نعم. يعني طيب رئيس الوزراء من المنطقه الشرقيه. طيب نقول ام بنغازي يعني بالتحديد سيد عمر الحسي، يعني لو نتحدث بشكل اوسع داخل مدينه طرابلس، يعني الان العيد على الابواب، رجل المرور موجود، الغاز موجود، البنزين موجود، الكهرباء موجود، قد يقول موجود، الميه موجوده. نعم. وجدت تعليقا لاحد الاخوه على الفيسبوك قال اذا كان فجر ليبيا جايه بتجيب لنا الغاز والوقود وال مستلزمات الحياه اليوميه، يعني مستلزمات قال ما نبهاش منها، مستلزمات الحياه اليوميه نحصلوها، هذه يعني تحصيل حاصل يعني. إيه؟ امر موجود يعني. إيه؟ يعني لم تكن موجوده في مدينه طرابلس. طبعا لم تكن موجوده، كانت الانقطاعات الكهرباء بدات من سنه. نعم. 2011 و2012 و2013 يعني كان. نعم. عملي من فجر ليبيا تكررت المشكله بشكل، لكن الان. نعم. وخروج من الحرب اتحسن الوضع الناس. نعم. طيب سيد طه، يعني معنا على الخط الهاتفي الملازم محمود حمزه والمتحدث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة. بداية السيد محمود، مرحبا بك في هذه التغطية وكل سنة بخير. مرحبا بك أخي الكريم وكل عام وانتم بخير. الله يسلمك، بارك الله فيك. سيد محمود، يعني نود أن نتحدث قوة الردع الخاصة الآن لديها بالتأكيد خطة أمنية في هذه الأيام، يعني لدينا مشاكل كبيرة جدا، المخدرات والجريمة، ونعرف أنكم أنتم من صميم عملكم مكافحة الجريمة والمخدرات، يعني نريد أن نعرف ما هو الجديد في خططكم للقضاء على هذه الظواهر السلبية في المجتمع. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا قوة الردع الخاصة هي قوة قبض على المجرمين وتجار المخدرات ومكافحة الجريمة بشكل عام. نعم. طبعا بالنسبة لخطط قوة الردع الخاصة، طبعا لدينا الحمد لله نخدم على قدم وساق في مدينة طرابلس. نعم. لدينا العديد من المطلوبين ووكار الفساد وتجار المخدرات، يعني الحمد لله قائمين بالتحري عليها، وكل يوم يعني هو تقوم بالقبض على المجرمين وتجار المخدرات. ولكن للأسف الشديد أن قوة الردع الخاصة واليوم يعني من بداية سنة 2013 وهي تشتغل في. نعم. في مكافحة الجريمة والقبض على المجرمين لم نتلقى أي دعم من الدولة إلى حد الآن، يعني قوة قاعدين تخدم بمجهودات فردية بمجهود خاص، فالحقيقة قلة الدعم هو اللي سبب يعني ما خلاش القوة إن يعني تقوم بأعمالها مثلا جريمة وتقضي على تجار المخدرات في مدينة طرابلس بشكل كامل. نعم. سيد طه، سيد محمود، يعني مرتباتكم، يعني الآن هل لديكم مرتبات من الدولة أم أن هذه الأشياء تقوم بها تطوع؟ طبعا بالنسبة لأفراد قوة الردع الخاصة، أفراد قوة الردع الخاصة بالكامل هم متعينين وزارة الداخلية، وهم يعني متعينين في رتب وملازمين وضباط صف وضباط. نعم. طبعا بالنسبة للمرتبات الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة جزء من قوة الردع الخاصة قامت وزارة الداخلية بتنزيل مرتباتهم، ولكن الجزء الآخر إلى حد الآن لم ينزل أي راتب. لماذا؟ نحن الحقيقة نحن نقدر ظرف الدولة الآن والظروف اللي ماشية بها الدولة،
لكن يعني نحن في المستقبل نطمح من الدولة أن تدعم هذه القوة، لأن قوة ردى الخاصة لم تقف يوما يعني تقريبا أكثر من سنتين الآن، وهي قاعدة تكافح في الجريمة وتكافح في المخدرات. إلى حد اليوم أمس قوة ردى الخاصة قدمت يعني بطل لليبيا، هو الأخ منير بدراع قتل يعني في عملية يعني دولية للقبض على المفسدين. يوم أمس فقط قوة ردى الخاصة قدمت أحد أبطالها هو الأخ منير أبو دراع قتل يعني برصاصة غدر في يعني الدوريات اللي كانت تقوم بالواجب تجاه الوطن. ولكن للأسف الشديد نحن لم نتلقى أي دعم من الدولة ولم يهتم بنا أحد. فكل يوم يعني القوة محاربة، يوم واحد شخص يتهمنا بالإخوان، يوم بالمتطرفين، ونحن بريئين من هذا الشيء. قوة ردى الخاصة هي تحت وزارة الداخلية وتدفع يعني كما قلت لك يعني جميع عناصرها هم يعني ضباط وضباط صف وشرطة. نعم. طيب ملازم محمود، يعني أنتم في مسيرتكم في مكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات، يعني المخدرات اللي تلاحظوا فيها يعني اللي منتشرة في مدينة طرابلس ودائما تتكرر وجودها عند الأشخاص أو في أماكن معينة، ما هي هذه الأنواع؟ والله الحقيقة يعني أمر لطالما حذرنا منه منذ فترة. إن رأى ليبيا والله معرض لحرب من المخدرات. نعم. الآن يحاولون يعني أقدام النظام ومسؤولين بقضايا سياسية أن يغرقوا ليبيا بالمخدرات. أو الأشكال يعني اللي تقع ليبيا أصبحت الآن يعني مكان لتوزيع المخدرات على البلدان المجاورة. نعم. الشديد بدون مراقبة، زي ما كان تعرف أن المطارات والمنافذ البرية والبحرية يعني تعتبر سائبة جدا ولا يوجد أي رقابة على الحدود. لذلك يعني حتيجي مكان يعني تستقر فيه المخدرات ثم توزع للبلدان المجاورة. فالحقيقة يعني هذا الأمر لا يعني قوة ردع خاصة فقط بمجهودات. نعم. نحن نقبض على المجرمين على الأرض الموجودين الآن في طرابلس، لكن الأمر هذا يبي دولة كاملة حتى تهتم به وتقبع المخدرات على ليبيا بالكامل. منظومة أمنية كاملة يعني يحتاج منظومة أمنية كاملة، لأن الأمر هذا لابد من تأمين الحدود تأمين جيد حتى نقطع. نعم. يعني لدخول المخدرات من أفضل. نعم. طيب ملازم محمود، يعني كقوة على الأرض. نعم. والله يعني كل جهد بدينا نصل الليل بالنهار يعني حتى نقضي على المخدرات ونقضي على تجار المخدرات. طيب سيد محمود، يعني المنافذ، يعني المنافذ الرئيسية للدولة يعني مثل المطارات والمواني، هل لديكم قوات خاصة من قوات الردع الخاصة تتواجد في هذه تقوم بالكشف على البضائع وتحاول أن تقلل من دخول، خاصة أن سمعنا أحيانا كثيرا أن حبوب الترامادول تدخل من الميناء بشكل مباشر؟ الحقيقة يا أخي الكريم خليني أكون معك واضح. بالنسبة لتأمين من الحدود يعني في يوجد بالنسبة للحدود البرية يوجد حرس الحدود هم المسؤولين عن تأمين الحدود. بالنسبة للمطارات والمنافذ البحرية عن طريق الجمارك وعن طريق أمن الحدود وأمن البوابات. الحقيقة يعني بالنسبة لهذا الموضوع زي ما قلت لك إن يبي دولة كاملة، إن يبي دولة كاملة هي اللي تهتم بهذا الشيء. طيب. ليس قوة ردع الخاصة فقط، يعني الآن البلاد الحقيقة يعني والله يراو لو يعني ما نتيبوش إن البلاد راه معرضة للإغلاق بإغراق ليبيا بالمخدرات. نعم. طيب سيد محمود أو فندي محمود، نريد أن نتحدث عن أشياء خاصة تخص قوة الردع الخاصة. أنتم دائما يعني تتواتر عليكم الإشاعات أن قوة الردع الخاصة هي عبارة عن قوة يعني لديها تطرف فكري، وهذه القوة لديها أجندة خاصة، وهذه القوة ليست بقوة وطنية. يعني كيف ترد هذه الإشاعات عن هؤلاء المغرضين الذين يتحدثون عنها؟ والله الحقيقة دائما الشخص الناجح يعرض يعني للاتهامات باطلة، يعرض للتشويه. فإحنا قوة الردع الخاصة ومقرنا قاعدة معتيقة، نحن نرحب بكل جهة يعني سواء صحفية أو مؤسسات المجتمع المدني أن يزوروا قوة الردع الخاصة ويشبحوا وينظروا للشباب اللي يخدموا في قوة الردع الخاصة. نعم. جميع عناصر قوة الردع الخاصة هم من جميع مناطق طرابلس، لا ينتموا لمنطقة معينة أو قبيلة معينة، لا يوجد. نعم. لدينا يعني توجه أو أيديولوجية أو أي حزب أو ديار، أمنا هو ليبيا فقط. ليبيا. نعم. يحكمها يعني كتاب الله عز وجل سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
لا توجد لدينا أي جهات خارجية أو داخلية، والله همنا إلا نعم نعم. انقطع الخط مع الملازم محمود، يعني نتمنى من المخرج أن يعيد الاتصال بالمهندس محمود حتى نكمل هذه الفكرة. حقيقة هذا الحوار يعني نحتاجه من فترة كبيرة جدا، أن يتم توضيح ما تقوم به هذه القوات من مجهودات كبيرة جدا داخل مدينة طرابلس. حقيقة يعني مساهمة القوة الرياضة حقيقة الرياضة الخاصة مشكورين نعم. جدا ساهمت في حل العديد من الاختناقات في نعم. في المدة السابقة في محطات الوقود، قامت بجهد جبار جدا. كانت لما تتصعب الأمور على القوات الحماية المحطات نعم. تأتي قوة الرياضة، مع أنها ليست من صميم عملها، يعني ليس من صميم عملها خاصة مكافحة الجريمة ومكافحة مخدرات، يعني قامت مجهود طيب رائع جدا حقيقة ويشهد به كل شخص. طيب سيد طه يعني نعم، ارجع معنا الملازم محمود. ملازم محمود يعني نعتذر عن هذا الانقطاع يعني الذي حدث في الخط الهاتفي. نريد أن نعرف عدد الملفات والقضايا التي تم الحالات التي تم التعامل معها خلال سنة 2014، يعني كم ملف لديكم، وهل تم إحالة هذه الملفات إلى النائب العام أو إلى الجهات القضائية المختلفة في الدولة الليبية؟ طبعا خليني أوضح لك صورة للمشاهدين الكرام. نعم. إن زي ما تشبه إن ليبيا الآن القضاء في ليبيا يعاني يعني أزمة كبيرة جدا. للأسف الشديد إن القضاء لم ينظف بعد، والسجون في ليبيا يعني الحقيقة في بعض من السجون في ليبيا مؤسسات إصلاح وتهيئة تعاني ويعني من قلة الاهتمام من الناس المسؤولة عليها، اللي هي يعني تصرفاتها بشكل فردي ولا تنتمي يعني لوزارة العدل أو الشرطة القضائية. نعم. وطبعا بالنسبة للقضايا اللي قامت قوة الرياضة الخاصة بالقبض عليها، قامت العديد يعني في قضايا قتل، في قضايا متاجرة مخدرات، يعني مئات الكيلوات من المخدرات مخدر الحشيش أو حبوب الهلوسة وغيرها. طبعا اللي نعانيه نحن في هذه الأيام أن الأسر النيابة عندما يحول يعني المجرم أنك تلقي القبض على أحد المجرمين أو تجار المخدرات تقبض عليه، يقوم بتحويله للنيابة، النيابة يعني يتم التمديد تحويله لأحد السجون، ثم بعد ذلك يعني شهر أو شهرين تلقي هذا المجرم اللي أنت قمت بحولته سلمته للشرطة القضية وحولته يعني للنيابة يطلق صراحة طالع في الشارع. لماذا يعني لدينا يعني مؤسسة إصلاح وتهيئة المعتيقة اللي هي تتبع وزارة العدل، تتبع الشرطة القضائية. نعم. أغلب يعني في ظل هذه الأيام من النيابات واقفة، محاكم يعني ما عندهاش أحكام واقفة، زي ما تعرف. نعم. نيابة المخدرات قد سرقت وتم يعني سرقها وخلنا سرقة يعني بعض الممتلكات الخاصة. فنحن بالنسبة للمتهمين يتم توثيق محاضر لهم طريق ضباط تحقيق يدفع مكافحة المخدرات، يعني يتم إلى الانتظار يعني نيابة حتى يتم تحويلهم بالنيابة. طيب. لدينا يعني بالنسبة للمؤسسة الإصلاح والتهيئة المعتيقة لدينا يعني مجرمين كبار جدا والله يشكل خطر على أمن طرابلس وأمن ليبيا بالكامل. يعني في عندنا مجرمين في قوة في مؤسسة الإصلاح والتهيئة المعتيقة قابضين عليهم. نعم. شباب قوة الرياضة الخاصة لديهم يعني سرقات تقدر يعني بالملايين، ومجرمين يعني وتجار مخدرات يتاجرون بالمخدرات ليل نهار، ما فيش يعني في تجار مخدرات من عصر المخبور وهم يتاجروا في المخدرات، ما فيش حد قبض عليهم، والله الحمد يعني شباب قوة الرياضة الخاصة هم اللي قاموا بالقبض عليهم. فنحن من هذا المنطلق والله نطالب يعني بالدعم، دعم قوة الرياضة الخاصة أكثر حتى يعني تقدم المطلوب لليبيا ولطرابلس. طيب ملازم محمود ابقى معي على الخط الهاتف. يعني مهندس طه يعني كيف تعلق على او يعني الان قوات الرياضة الخاصة تقوم باعمال كبيرة جدا على الارض واعمال خطيرة يعني ذات طابع تأميني للمواطن حقيقة، يعني المجلس المحلي لطرابلس الكبرى كيف تتعامل مع هذه القوات؟ يعني والله حقيقة نحيي الملازم محمود وزملائه الحقيقة قائمين بعمل لله مخلصين لله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن التهم التي توجه لهم. أنا أعتقد أن وبدون رواتب يعني إحنا على معلوماتنا أنه قعدوا حوالي 3 أو 4 شهور لم يتلقوا أي راتب. شباب متحمسين لخدمة الوطن، شباب قدموا نفسهم وما زال يقدمون نفسهم في مكافحة الجريمة. أعتقد أن هم الآن هم العنصر الأقوى في مجال مكافحة الجريمة الآن. نعم. ونحييهم ونقول لهم أن نراه الناس
معاكم ويأيدوكم، والله معاكم إن شاء الله، ومكان لله دام واتصل، ومكان للغير الله قطع انفصل. نطالب حكومة الإنقاذ الوطني أن تدعم هؤلاء الرجال بما هو متاح وبما يؤدي إلى تفعيل عمليات مكافحة الجريمة بشتى الطرق. ونقول أصبروا وصابروا سيد محمود، احنا المجلس طرابلس وتو البلديات، مجلس العمداء البلديات، اعتقد لو تم تقديم اليهم الى هذا المجلس افكار والى وزاره الداخليه لحكومه الانقاذ الوطني، ماذا تريدون بالضبط وكيف نستطيع احنا حتى حكومه كوزاره مساعدتكم يعني. كيف نستطيع ان نقدم لكم المساعده، شنوها؟ لا نريد، لا نريدكم ان تيأسوا، بل على العكس ان دعاء الله ودعاء كل من قبض على مجرم يستحق العقاب. وهذا وحقيقة ساعدوا جدا في عمليات القبض على تو المخدرات زاد ثمنها بفضل هؤلاء الشباب. طبعا طيب، يعني ننقل هذا السؤال للملازم محمود. يعني سمعنا المخدرات الان ازداد ثمنها في الشارع الليبي، لماذا يعني؟ نعم، بسبب هذه الاعمال التي تقومون بها وسبب عمليه التطهير. نعم نعم، يعني كيف تقرا هذه العبارات؟ يعني المخدرات يزداد ثمنها في هذا الوقت بالتحديد. طبعا الحمد لله رب العالمين، ان هذا دليل على ان المخدرات يعني نقصت في مدينه طرابلس. لان الحقيقه يعني قمنا يعني في الايام الماضيه بمداهمه اكثر من وكر للمجرمين وتجار المخدرات، ويثنى عليهم الخناق، فهذا تاثير يعني على يعني تجار المخدرات، يعني المخدرات بشكل كبير في مدينه طرابلس، وغلي سعرها وغلي زادت يعني في الاسعار. نعم طيب، نعم هدفنا هو الدعم فقط، هتشفى الخدمة على الأرض خلال يعني أيام معدودة باتجاه مدينة طرابلس خالية من المخدرات، لو تحصل فوق رضا خاصة عن الدعم، لأن الرجال يخدم فوق رضا خاصة هم الثوار الحقيقيين، هم بهمهم على البلاد وهم الدين. نعم سيد محمود، يعني أنت تحدثت وقلت أنك تشكو حقيقة من القضاء، وقلت أن القضاء لم يطهر. في حالة ما بقي القضاء على حاله يعني في هذه الحالة يعني، وبقيت حتى ولو قمتم أنتم بأعمالكم على أكمل وجه ومارستم مهامكم بنسبة 100%، يعني ما هي الفائدة التي مرجوة؟ يعني أنتم تقبضون القضاء يقوم بإطلاق السراح. يعني خليني ان نكون معك واضح، بعض مؤسسات الاصلاح والسجون في مدينه طرابلس حقيقه يعني سجن، اي سجن يعني من اكبر السجون في مدينه طرابلس يتبع وزاره العدل. سجن يعني انت نحن في قوتنا الخاصه لما نقبض على مجرم من حول لهذا السجن، المجرم هو تاجر مخدرات. للاسف الشديد ان المخدرات يعني في بعض السجون متوفره في للسجين نفسه في داخل السجن يتعاطى في المخدرات. فهذه حتى يرى مشكلة كبيرة، يعني يجب على الحكومة أن تنظر لهذا الشيء بعين الاعتبار، أن مشكلة كبيرة يعني تحول أنت السجين شاد أنت بكمية من المخدرات تحول لي داخل السجن تلقاه في داخل السجن أنه هو يتعاطى مخدرات. يعني طيب، من اسمها هي مؤسسة إصلاح وتأهيل، أين الإصلاح وأين التأهيل اللي بتقدم الدولة لهذا السجين؟ باهي طيب طيب يا مهندس محمود، يا ملازم محمود، يعني المخدرات يعني أدخلت إلى داخل السجن، يعني مسؤول عليها الشرطي الذي يقوم بحراسة هذا السجن؟ مسؤول عليها وزارة الشرطة القضائية، لأن هي اللي تقوم بتأمين هذه المؤسسات. نعم، هذا يعني هذه مشكلة كبيرة، من هذا المنطلق نطالب الدولة أن يعني تحط هذا بعين الاعتبار، لأنه والله إلى مشكلة كبيرة أنك تشد مجرم يعني أو تاجر مخدرات تحوله للسجن، بدل انه يحاول يصلح من نفسه، يحاول من ياهل من نفسه داخل السجن، يصبح يعني من داخل السجن يتاجر في المخدرات ويتعاطى في المخدرات في هذا السجن. هذه مشكله كبيره جدا طبعا نعاني فيها، لان احنا في يعني لو ان احنا طالبوا في حاجه واحده في قاعده معتيقه، عندنا مصل اصلاح وتاهيل معتيقه تحمل العديد من السجناء، لو تم دعمها دعم كويس يعني ودعم مادي ودعم معنوي، حتكون يعني هذه المؤسسة اللي هي تخدم يعني قوة الرد الخاصة عندما يتم يعني التحويل من نيابات يحولوا لهذه المؤسسة، فتصبح يعني الأمور يعني تحت السيطرة، مش يعني حيستطيع أي مجرم
انه يفر او اي مجرم يتعاطى المخدرات، لان مؤسسه الاصلاح والتاهيل المعتيقه مشهود لها بالصلاح، مشهود لها يعني بالاصلاح والتاهيل. نعم، إذن ملازم محمود أنت تطالب الجهات القضية الأخرى أن تقوم بتحويل كل من تم القبض عليه لهذا السجن. أكيد أكيد، عندما يتم يعني اعتماد يعني 100% من قبل وزارة العدل، حتصبح يعني مؤسسة الإصلاح والتأهيل معتيقة يعني هي أحد المؤسسات الرائدة في ليبيا لتأهيل السجناء وإصلاحهم. نعم، طيب مهندس محمود، يعني السيارات المستنفرة أو السيارات التي عليها جزاج معتم، يعني هل تسبب لكم مشاكل في أحيان كثيرة؟ يعني هل اكتشفتم مجرمين في هذه السيارات أو مخدرات في هذه السيارات؟ لا يا أخي الكريم، إن الزجاج المعتم هذا يعني مشكلة كبيرة جدا في مدينة طرابلس. أصلا يعني شبه تقريبا 60% أو 50% من السيارات اللي تتجول في طرابلس هي تحت زجاج معتم، وهذه مشكلة كبيرة. أغلب القضايا، قضايا القتل أو قضايا السطو المسلح، تنتج عن تخرج يعني هذه العصابات من سيارات معتمة، فهذه مشكلة كبيرة. يعني زي ما قلت لك، نحن يعني ليس يعني لدينا الإمكانيات حتى نقضي شيء، لكن هذا من واجب حتى المرور، رجال الشرطة والمرور، أن يهتموا بهذا الشيء، لأنه سيارات معتمة هذه أصبحت يعني تتجول بكثرة في مدينة طرابلس، والله يرى مشكلة كبيرة. وزي ما قلت لك إن أغلب القضايا، قضايا القتل وقضايا السطو المسلح، أصحاب هذه القضايا يتجولوا بسيارات معتمة. نعم، شكرا ملازم محمود على هذه التوضيحات، شكرا، بارك الله فيك. يعني نود أن نقوم بتغطية إعلامية لهذه القوة حتى يعرف المواطن الليبي ما تقوم بها هذه. فعلا فعلا، شكرا ملازم محمود حمزة، المتحدث الرسمي باسم قوة الردع الخاصة. يعني العيد اقترب، تحدثنا على أشياء كثيرة جدا، تحدثنا على الكهرباء، تحدثنا على المياه، تحدثنا على الغاز، يعني الخدمات شبه متوفرة الآن للمواطن. طبعا حتى شكل الخدمات العامة حقيقة اللي هي تتبع مجلس طرابلس المحلي أو مجلس محافظة طرابلس في المدة القادمة. نعم. إن شاء الله تقوم على قدم وساق بعمليات التنظيف يوميا. نعم. نطلب من المواطن أن يساعد شركات النظافة هذه في التقليل من حجم القمامة في بيته. تعرف سيد مفتاح، نعم، عمليات بسيطة، أنت أيها المواطن الذي تشاهد فينا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله في هذا العيد، أول حاجة مثلا عليك بأنك لما تستعمل الباكو متاع الحليب أنك تفتح وتطبقه، أنك شيشت المية اللي حطيتها متحطها شكي اضغطها بحيث تصبح رقيقة، يعني تلقى السيارات القمامة تعبت بالهواء، تعبت أصبحت حجمها هكي والوزن مهناش، كمية القمامة قليلة. يعني مهندس طه، يعني ما تقدمتوش بطلبات للحكومة لإيجاد معامل لتدوير هذه القمامة والتخلص منها؟ أصبحت مؤرقة بشكل كبير جدا. نحن بالكاد نأخذ أنفاسنا حتى تقوم العصابات الإجرامية أو من وراءها بتحطيم شيء أو بإقفال شيء، باختراق أزمات داخل العاصمة. أو واللحظة هو راه مخطط كبير اللي هو لإرباك العاصمة طرابلس وإرباك العاصمة بنغازي وإرباك عاصمة الجنوب سبها، هذا هو العلل الكبير حتى لا تنجح ثورة 17 فبراير. لاحظ أن التقل الإرهاب نازل في مدينة بنغازي حتى لا تستقر المنطقة الشرقية وحتى لا تقوم المنطقة الشرقية. الآن يحاولون يعبثون بالجنوب حتى لا ينهض الجنوب ويحتفل بالعيد، يحاولون عبثا في مدينة طرابلس في لنهاء العاصمة، ولكن عبثا نقول لهم. طيب سيد طه، يعني ملف مهم جدا الكهرباء في ليبيا. يعني نحن نعرف أن من فترة كبيرة جدا المواطن الليبي لا يدفع رسوم الكهرباء. طبعا هذا المواطن يعني مساهم. طيب يعني ألا توجد هناك إجراءات احترازية حتى يتم إعادة سداد رسوم الكهرباء؟ لأن شركة الكهرباء حقيقة الآن من الخزانة العامة، المرتبات من الخزانة العامة، والصيانة من الخزانة العامة، والمواصفات التشغيلية كلها من الخزانة العامة، والمواطن يستقبل خدمات كهربية ولا يعطي البديل. والله قلت كلمة طيبة جدا سيد مفتاح، نحييك فيها في هذه الأيام المباركة من العشر ذو الحجة. أيها المواطن، يا أخي المواطن، إذا أردت، إذا أنت مشيت في طاعة الله سيكون الله معك. يتدمرون على الكهرباء أو ما فيش كهرباء، وحتى أيام كانت في كهرباء ما يدفعوش في الكهرباء، بل إنه يستعملون الكهرباء بطريقة فاحشة، يستعملونها ب 24 ساعة بحيث كأن يخلص فيها. علاش واخدين مبدأ ببلاش؟
أنت تدخل الحرامة إلى بيتك واستهلاك رهيب في كمية المياه. ليبيا دولة صحراوية، ليبيا دولة صحراء ويستهلك في المياه، مياه ليبيا عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تصرف في الماء ولا كنت تغترف من بحر. معقولة؟ الأكل، الخبز، لأن الخبز رخيص ومدعوم، تنوت تستهلك غداه كسكسي وياخذ بجنيه خبزة، علاش يا أخي؟ لماذا هذا الاستهتار؟ لماذا تدخل حرام إلى بيتك؟ طيب. إذا كنت تعتقد أن الدولة هي ستراقبك، بل أنت جاهل وأنت لا تعلم بأن الله هو اللي يراقب فيك وحيعاقبك أو ينزل لك إذا كنت مخلص لله سبحانه وتعالى. طيب. نعم. نعم. طيب، يعني مرتبات الكهرباء ورسوم الكهرباء على المواطن الليبي هذه يعني تحدثنا فيها الآن، يعني الأزمة الآن أعتقد أنها في نهايتها بالنسبة لداخل مدينة طرابلس، يعني كم تتوقع أن المدة التي تأخذها الجهات المختصة، يعني شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي وهذه الشركات المتخصصة في توفير الخدمات اليومية للمواطن الليبي، يعني كم تتوقع المدة التي يمكن القضاء فيها على كل هذه الأزمات داخل مدينة طرابلس، ويصبح يعني المواطن البسيط يقوم صباحا لا يفكر في البنزينة ولا يفكر في يعني المخبز ولا يفكر في اسطوانة الغاز ولا يفكر أن انقطاع الكهرباء عليه سوف يعني يسبب ضياع اللحم الموجود في الثلاجة؟ يعني سمعت فترة سابقة يعني المواطنين في مدينة طرابلس يفكروا بشكل جدي يعني في الأضحية، يقول لك لا أنا والله مانيش مضحي لأن الكهرباء مش موجودة، أنا نذبح وين بنحطها؟ صحيح صحيح. أنا بقول حاجة، إحنا نطالب بتفعيل دور المجالس البلدية. في إذا فيه جسم شرعي الآن موجود على الأرض اللي هو المجالس البلدية، هذه منتخبة، هذه لن تدخل فيها لا ناتو ولا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي ولا مندوب الأمم المتحدة ولا حتى حاجة. هذه مجالس بلدية منتخبة ولها السلطة وأعطاها القانون السلطة لتقوم بحماية البلاد والعباد. في نطاق المجلس البلدي متاعها محافظة على الكهرباء والمياه وتقديم الخدمات للمواطن. طيب. نطالب بتفعيلها، غائبة هي المحطة. طيب. غائبة حقيقة. طيب. المجالس البلدية ولا يتحججون بالمال، بل عليهم أول حاجة أن يظهروا للمجتمع أنهم موجودون على الأرض ويقومون بعمليات التوعية والإرشاد حتى عن طريق المساجد. طيب. حتى الهيئة العامة للأوقاف هناك يجب أن تفتح أبوابها. طيب، هو العمل كله، كل العمل الإنساني هدايا يعني من أجل إنهاء الأزمة سوف يكون أهلي، لأن الدولة الآن متمثلة في المجالس البلدية طبعاً. والمجالس المحلية الآن حقيقة حكومة السيد الحسي حديثة العهد ولديها مشاكل كثيرة جدا. ميزانيات البلديات، سمعنا السيد الحسي يعني والوزراء يطالبون بتسهيل ميزانيات البلديات حتى يتمكنوا من إيصال الخدمات، يعني هذه خطوة جبارة وخطوة عظيمة جدا لو نزلت الميزانيات للمجالس المحلية، يعني ماذا تقول في هذا؟ يجب أن نوضح حاجة، معلش الأخوة المواطنين، الوضع السياسي سوف يؤثر على الوضع المالي والوضع الاقتصادي للبلد. ما لم يتراجع الطرف المخطئ في هذه المعادلة، ولا أريد أن أذكر أسماء، الطرف المخطئ يتراجع لصالح الوطن ولننهض بالوطن جميعا، لن تقوم هناك دولة بمعنى كامل الدولة. طيب. الآن وإيدينا على قلوبنا خوفا من أن ما طالب به الأخوة في مجلس النواب الموجودين منعقدين في طبرق وهم قلة يطالبون بتدخل الأجنبي، هذا موضوع كبير مش بسيط. يعني اختفى هذا الموضوع سيد طه، يعني يعني أجمع العالم على ألا تدخل في الدولة الليبية في الفترة الأخيرة بالنسبة للدول الأجنبية، لكن ما إحنا أعتقد العدوان كان ما صارش من دول أجنبية، صار من دول عربية. نعم، نتجاوز هذا الموضوع. نعم، يعني لأنه شائك جدا، تحدثنا فيه كثير. نعم، جدا كثير. يعني صحيح. ميزانية البلديات، يعني عرفنا أن من فترة علي زيدان يعني أهمل ميزانية البلديات وأنزلت وصرفت مبالغ ضئيلة جدا لا تكاد تذكر، يعني لحل بعض الاختناقات أو اختناقات قليلة جدا، يعني وما أكثرها في مدينة طرابلس هذه. صحيح. الاختناقات، يعني كم عندكم مجلس محلي أو بلدي؟ مجلس بالنسبة لطرابلس الكبرى يوجد 13 بلدية. 13 بلدية. 13 بلدية. مجلس بلدي. 13 مجلس بلدي. نعم. 13 مجلس بلدي. أنا نقول الميزانية حقيقة ليبيا الميزانية متاعها هذه السنة ضعيفة جدا، ولا أعتقد أن كل البلديات ستأخذ ما تريد من الميزانية. أعتقد ممكن سوف تسيلهم، ربما تسيلهم 20%
من المخصص لهم لتسيير بعض الأمور، وخاصة الحمد لله بالنسبة للمجالس بلدية طرابلس كلها تم اعتمادها وتم انتخاب عمداء بلديات، وعليهم الآن أن يظهروا ماذا يريدون بالضبط، ماذا يريدون بالضبط. أو في البداية يجب اعتماد مجلس عمداء بلديات مدينة طرابلس أو طرابلس الكبرى، يجب اعتماده المجلس البلدي لطرابلس. لا المجلس البلدي، المجلس عمداء بلديات طرابلس. طرابلس هي المدينة الوحيدة في ليبيا التي لديها 13 بنغازي بلدي. بنغازي مجلس بلدي واحد، معنا مدينة كبيرة مصراتة مجلس بلدي واحد، سبها مجلس بلدي واحد، طرابلس 13 المجلس بلدي. مصراتة أعلنت فروع بلدية ويحكمها القانون داخل طرابلس. نعم. 13 المجلس بلدي، وهذا موضوع آخر لا نريد الخوض فيه حقيقة، لكن نستطيع أن نقول أن المجالس البلدية تستطيع أن تبدأ بما هو متاح. أنا أعتقد 20% لن تكفي، ولكن ربما تسير العمل إلى حين لانتهاء الوضع السياسي. طيب أنتم كمجلس بلدي يعني كلجنة أزمة في نحن كلجنة أزمة في مجلس طرابلس، كلجنة أزمة يعني أنتم من يقوم يعني تسيير أعمال المواطنين في 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 مدينة طرابلس؟ والله نحن الآن حقيقة بدأوا يضعوننا في الزاوية، ويريدوا أن يظهروا أن المجلس المحلي ليس له دور، وأنه قد حان الآن دور مجالس البلدية. طيب الآن طيب يدفعون إلى هذا المنوال، لكن نقول لهم أنين بنعطي نصيحة للإخوة المسؤولين في وزارة الحكم المحلي أو من معهم أو من يحيط بهم، اختفاء مجلس طرابلس المحلي يعني خلل في إدارة الأزمة في طرابلس كلها، لأن ليس هناك ما يجمع 13 المجلس بلدي إلا مجلس طرابلس المحلي. من يدفع لهذا الطرح أو لهذه الرؤية اختفاء المجلس؟ طبعاً في طبعاً العديد من المجالس البلدية تدعو إلى اختفاء مجلس طرابلس المحلي، وبعض من يريد أن يطبق بين قوسين القانون في عدم وعدم قانونية مجلس طرابلس المحلي الآن بعد انتخاب المجالس البلدية، لكن ينسى أنه من ضمن المخططات الدولة الليبية هو يجب وجود المحافظة، والمحافظة هي التي تضم 13 مجلس بلدي في داخل المدينة، هو الوحيد الذي يربط بين هذه المجالس البلدية. الآن يسعون إلى إخفاء وإنهاء دور مجلس طرابلس المحلي الذي قاد هذه ما تراه على الأرض الآن. نعم يعني نحن الآن في على صراع، لكن حب نطمن الأخوة المواطنين أزمة الوقود بالنسبة لي نحن انتهت الحمد لله، يعني من الماضي، والمواطن أصبحت من والآن عليك أن تطمئن أخي المواطن، الوقود بإذن الله لن يقف على الإطلاق بإذن الله تعالى، بإذن الله الواحد القهار، لأن لدينا أمدادات الغاز وأمدادات النفط والبنزين من عدة أماكن، زمان كان عندنا محتكرين مكان واحد، لدينا الآن من الزاوية من مصراتة وقريبا جدا من مستودعات طريق المطار. نعم. فهنا وما فيش داعي تعبي بسيارتك فل. نعم يعني نعود إلى مستودعات طريق المطار نتحدث عنه بإذن الله. مشكورين جدا، كنا قد نوهنا إلى ذلك. نعم. صحيح إلى ذلك. حقيقة أبطال شركة البريغا والوطنيين في شركة البريغا يسعون جاهدين إلى إعادة تفعيل 4 خزانات وقود موجودة في مدينة طرابلس، لمخزنات وقود طريق المطار، وقريبا جدا قبل نهاية هذه السنة سوف نجهد عودة هذه الخزانات. نعم. على الأقل 4 منها أصبحت الآن شبه جاهزة، لكنها يجب تحتاج إلى بعض الأعمال الصيانة، وستكون المخزون الاستراتيجي لمدينة طرابلس بالإضافة إلى الزاوية ومصراتة إن شاء الله. يعني لستم في حاجة في مدينة طرابلس إلى 9 خزانات التي كانت موجودة؟ لا لا لا. في الفترة السابقة لا لا لا. 4 كافية لدينا الآن الحمد لله، نسعى الآن الحمد لله بفضل بالتعاون الوثيق والجيد جدا مع شركة البريغا والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط المتمثلة في وزير النفط الآن إلى إيجاد خطة مخزون استراتيجي لمدينة طرابلس. بإذن الله ربما تكون لنا ناقلات نفط موجودة في ميناء طرابلس وميناء الشعاب، وسوف تكون هناك ناقلة نفط أو محطات تخزين في منطقة الخمس، بالإضافة إلى المخزون الاستراتيجي الموجود في منطقة مصراتة وإلى المخزون الاستراتيجي ومصفات النفط الزاوية التي تنتج الآن بنزين وتنتج نافطة وكيروسين. بإذن الله سوف يتم بدأ تشغيل مستودع البريغا قريبا جدا إن شاء الله
بسعة تخزينية تفوق 25 مليون لتر من البنزين. فنقول لكم بإذن الله تعالى إن لم يحدث حرب شاملة فإن تهنى يا أخي المواطن، البنزين موجود والنفطة موجودة، وهذا مش كلام دعاية ولا كلام إعلام ولا كلام شيء، بل هي حقائق حقائق، والله على ما أقول شهيد. نعم، يعني تصوراتكم لنهاية أزمة الكهرباء، يعني الآن يوجد طرح للأحمال؟ طرح نعم، عمل مؤقت قامت بها شركة مشكورة جدا، أبطال وفنيين ومهندسي شركة الشكل العام للكهرباء يقومون بعمل غير عادي. ونطلب من الإخوة المواطنين الصبر، الصبر، لأن عملية الكهرباء ليست ببسيطة، والتعاون. هناك بعض الناس تخرب، بعض الناس تستهلك الكهرباء بصفة عالية، بعض الناس لا يعتقدون أنهم ينتموا إلى الوطن، يما عن جهل يما عن عمد. نعم. وأنا أقول لك والله الأجنبي يحافظ على الكهرباء أكثر من يحافظ عليها بعض أبناء هذا الوطن بكل أسف. سوف يتم توريد زي ما سمعتوا من الناس المختصة في الشركة العامة الكهرباء، توريد مولدات طاقة كهربائية عالية الجودة، سوف يتم تشغيل المحطة البخارية في منطقة سرت، وهناك أعمال على منطقة مصراتة. هناك بإذن الله لو انتهت الأعمال الإرهابية على مدينة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مدينة منغازي ومنطقة السرير اللي هي محطة الطاقة الكهربائية العالية الجودة، محافظة على منطقة على ما ينتجه منطقة الغرب طرابلس لمحطة الطاقة الكهربائية. نعتقد أن الكهرباء هتكون متوفرة بإذن الله تعالى، ولن يكون هناك انقطاع. فقط نريد السلام، نريد حرص المواطن أن يبدأ بنفسه ولا نطلب من الغير. من حقيقة لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيمه. أخي المواطن، أنت جزء من المعادلة، أنت جزء من الحل، فكن معنا، كن مع الحل. الكهرباء لا تملكها الدولة الليبية، بل أنت الذي سوف تتأثر بهذه الإشكاليات. فعليك أن تساعد ليبيا، تساعد الوطن، تساعد من تحب باستهلاكك الزائد عن الكهرباء. أنت تساعد انقطاع الكهرباء عن المستشفى. شكرا سيد طه. شكرا لكم، ونحب نشكركم كلكم على هيك، ونشكر كل من أعضاء فريق الأزمة، الغرفة الأمنية المشتركة، عمليات فجر ليبيا، وسيد وزير النفط، وكل المواطنين. اللي قاموا بتواصل معنا بشكل البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط. شكرا سيد مهندس طه الشكشوكي، منسق ملف الكهرباء في ملف الوقود في المجلس المحلي لطرابلس الكبرى. إذن أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر دقائق هذه التغطية لهذا اليوم. تحدثنا عن نقاط كثيرة جدا، وضحنا موقف أو وضحنا طرف الخدمات في الكهرباء والغاز والمياه والوقود للمواطن الليبي خاصة، وأن عيد الأضحى على الأبواب. كل عام وأنتم بخير، نلتقي بكم في تغطية أخرى قادمة بإذن الله تعالى. تصبحون على خير، ليلتكم سعيدة.